طيب محمد، المنتخب الدنماركي كان من المتوقع ان هو يعمل مباريات افضل من كده بلا شك بالنظر للمستوى الدنمارك في السنين الاخيره، مش بس في كاس العالم، حتى في بطوله اوروبا. بطوله اوروبا اللي فاتت صحيح. الدنمارك خسرت في السيمي فاينل بصعوبه جدا ضد انجلترا وفي ويمبلي. فالدنمارك بشكل عام مشاركاتها في بطوله اوروبا وكاس العالم دايما بتقدم مستوى كويس، مستوى منضبط، عندهم قوه بدنيه في الالتحامات. فريق من الفرق الاسكندنافيه اللي بتبقى مذاكره كويس وهي داخله البطولات اللي زي دي. فلما تبص المجموعه بالمنظر ده، كنا لسه بنتكلم دلوقتي على ان استراليا اتاهلت بالملحق من اخر منتخبين وصلوا لكاس العالم. صحيح، ده مسكت في الديل يعني. مسكت في الديل الطياره بالظبط كده. فالدنمارك على الورق، كاس العالم دايما دايما بنقول كاس العالم على الورق، الدنمارك وفرنسا هما اللي رايحين، وكان في توقعات حتى ان الدنمارك تنافس فرنسا على المركز الاول. انا في اعتقادي المجموعه دي اللي حسمها من وجهه نظري الشخصيه ماتش تونس واستراليا. الماتش ده اللي استراليا فازت فيه 1-0 ده كان ماتش التاهل بالنسبه لتونس. صحيح، لو كانت تونس خدت النقط في الماتش ده كانت ممكن تساعدها جدا، لان برضو مش عاوزين نغفل حاجه انه تونس النهارده بفوزها على فرنسا صحيح انجاز كبير، نهني للشعب التونسي عليه، لانه في النهايه هيفضل في تاريخ الكره التونسيه والكره العربيه ان فريق عربي هزم تونس، زي ما الجزائر او هزم فرنسا، زي ما الجزائر هزمت المانيا الغربيه في 82. صحيح الجزائر ما وصلتش دور 16 في كاس العالم وقتها، لكن الكل بيقول هذا الكلام، لكن كلنا فاكرين الماتش ده ومش هننساه. المغرب لما هزمت اسكتلندا في 98، السعوديه لما هزمت بلجيكا، كل دي ماتشات تاريخيه. مصر لما تعادلت مع هولندا بجون كابتن مجدي. فاللي هو النهارده فوز تونس هيخش التاريخ، ولكن طبعا في يعني مراره شويه بعدم التاهل للدور الثاني، خصوصا ان انت فرطت في مباراه استراليا، وهي المباراه او مش فرطت هي المباراه اللي كانت اللي خد عليها جلال القادري الانتقادات كبيره جدا جدا، لانه كان من الممكن افضل مكان، قال لك كنت ممكن تخلص هذه المباراه، كانت تخلص تعادل وليس لو بداها بتشكيله ماتش النهارده. والنهارده جلال قادري بادئ بست لعيبه مختلفين عن يعني من بينهم علي معلول. علي ما ده اللي غريبه جدا، علي وجوده خبره ومعرفش، يمكن هو ليه حسابات معينه في دماغه، لكن في النهايه اعتقد ان علي مثلا في مباراه استراليا في مثل هذه المباريات انت محتاج واحد يعمل لك اوفرين ثلاثه بس. طبعا تونس النهارده عملت اوفرين، او علي معلول عمل اوفرين او ثلاثه دواء جوان زي ما بنقول. النهارده هو وكشريده بالذات، كشريده على اليمين كشريده وعلي على الشمال جدا. كانوا عاملين توازن بين علي وكشريده. كشريده لعيب جامد، باك رايت جامد يعني او كل حاجه، ولكن في نفس الوقت بيبذل مجهود اكتر من علي بكتير، لكن علي بسم الله ما شاء الله قادر ان هو خلي بالك قافل الحته كويس لغايه لما ديمبلي نزل وعمل، لكن بيعمل اوفرات جيده جدا، وكان ممكن جدا جدا لو بيلعب في مباراه استراليا دي كان يبقى له دور. ده حتى ما نزلش احتياطي يعني، كان احتياطي او في واحده كان في مباراه احتياطي ومباراه في المباراه الثانيه نزل كبديل في ماتش استراليا، بس استراليا هو ما كانش لاحق يعمل حاجه. كمان محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان عمل ماتش كبير جدا النهارده، اللي مش مبرر فعلا انه ما يبداش ولا يشارك في المباراتين اللي فاتوا. يعني الفرقه التونسيه تبدل حالها تماما يعني. صحيح. انت كان ممكن العنصر بتاع علي العبدي ده مثلا لا يعني يحسم بس الجبهة اليسرى لما عثمان ديمبلي نزل بحيث يساند علي معلول في 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 في, في انه يواجه عثمان ديمبلي يعني، ولكن انك ما تبداش بمعلول خالص انت بتفقد الفرقة عنصر يعني عنصر هجومي كتير كبير جدا يا كابتن.